وزارة الإدارة المحلية تصدر تعميما للبلديات حول الإجراءات الاحترازية للتعامل مع عمليات الإعمار. والحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا الآن المهندس محمد الحياري رئيس بلدية السلطة. سعد مساك سيدي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني سيد العزيز اليوم تحدث عن إجراءات الاحترازية التعامل مع عمليات الإعمار، وهذا اليوم هي تعميم من وزارة البلديات. نعم سيد الكريم، هذا التعميم طبعا جانا بوقت قريب جدا، ولكن احنا كبلدية السلط بتعرف طبوغرافية مدينة السلط بما تحتويه من مباني تراثية قديمة. عندنا في بلدية السلط بالنسبة للتراخيص أو حتى تصاريح الحفر، هذا من أولى أولويات البلدية في الحفاظ عليها. يعني إحنا منعنا مسبقا منع أي زيادة قائمة على هذه الأبنية إلا بعد كشف من قبل لجنة السلامة العامة ومهندسي البلدية. وبالنسبة حتى إذا في بناء يرخص ترخيص مقترح قريب من هذه الأبنية حفاظا على هذه الأبنية القديمة بما لها من مكانة، الارتداد المسموح به للبناء المراد إقامته هناك مسافة أمان يجب أن تكون موجودة، هذا يكون تحت رقابة الرقابة في بلدية السلط الكبرى. حتى تصاريح الحفر سيد الكريم هناك مراقب عليها بالنسبة للأعمار وبالنسبة للسلام العام. هناك لجنة بلدية السلط إضافة للتعميم هذا موجودة في بلدية السلط، هذه اللجنة واجبها الكشف على هذه المباني القديمة من ناحية التشققات أو التصدعات أو انهيار سواء جدران أو جزء من الجدران من هذه الأبنية، وتم حصرها وموجودة لدى البلدية ويتم التعامل معها بحذر تام نتيجة طبوغرافية الأرض. بالنسبة لجولات المراقبين عندنا سيد الكريم هي تبدأ من الساعة 8 صباحا ولغاية 10 ليلا وباستمرار، وبتعرف أن احنا مقبلين على فصل الشتاء. وهذا يترتب علينا أن نكون موجودين بالميدان. تم تشكيل لجنة الطوارئ وتم اعتماد الخطة للتعامل مع خطة الشتاء لفصل الشتاء القادم إن شاء الله سوف يكون فصل خير وبركة على أردننا الكريم إن شاء الله. وأردننا الحبيب تعرف إحنا حاجتنا للمياه ومخزوننا المائي إن شاء الله أنه يتعزز، ولكن إحنا كبلدية يجب أن نكون حاضرين شغالين الآن على إزالة كل العوائق بالقنوات وفي أماكن تصريف المياه وخصوصا الأماكن الساخنة في مدينة السلط. نعم يعني الكريم. مهندس اسمح لي، اليوم كما نعلم مدينة السلط وهي مدينة قديمة ومدينة لها مكان، لكن اليوم نتحدث عن بعض الأبنية القديمة جدا. اليوم يوجد لجان أكيد لمراقبة ومتابعة هذه الأبنية من التصدعات أو لا سمح الله ولا قدر الله من السقوط، اليوم متابعتكم وأيضا فرق المتابعة لهذا الموضوع سيد. نعم سيدي، احنا في عندنا لجنة ببلدية السلط الكبرى تقوم بمتابعة هذه الأبنية يوميا، ويتم حصر المباني والتواصل مع المعنيين وأصحاب، تعرف هذه ملكيات خاصة سيد الكريم، يتم التواصل معها سواء بالكشف الميداني أو عن طريق التليفون، ولكن هناك بعض المعيقات أنه أصحاب الملكيات الخاصة جزء منه ترك مدينة السلط وسافر إما داخل الوطن أو خارج الوطن، ولكن بالنهاية يجب التعامل معها بحذر. يعني نحن على تواصل دائم وباستمرار مع كل القضايا المتعلقة بالأبنية القديمة. نعم. وهناك لجنة مشكلة لهذه الغاية سيدي. نعم سيد العزيز، أخيرا اليوم هل سيتم إعادة النظر بالمخطط التنظيمي التي شملت بعض المواقع ذات الحساسية في مدينة السلط والتي صنفت بالخطيرة جيولوجيا سيدي؟ نعم سيدي، احنا ببلدية السلط بتعرف حتى إذا الأماكن اللي مش مخدومة بالصرف الصحي، نعم، يعني بنحاول قدر الإمكان أنه نحاول ما نعطي تراخيص فيها حفاظا على تعرف الصرف الصحي ضرورة ملحة لكل المناطق مدينة السلط، وحوالي
لا يعني خليني أكون صادق معك سيد الكريم، هناك أجزاء كبيرة من مدينة السلط لا يشملها الصف الصحي. عندك إسكان المغاريب، وهذه تم طرحه في لقائنا مع دولة رئيس الوزراء بزيارته الأخيرة لمدينة السلط، وهذا يشكل عبء كبير على المدينة نتيجة عدد السكان. يعني لما أخذناه للتطوير الحضري كبلدية كان عدد السكان حوالي 2000 شخص، الآن تتعامل مع عدد بشري هائل حوالي من 20 إلى 30 ألف نسمة، وهذا يشكل ضغط على البلدية تقوم بواجبها. كل إمكانات البلدية متوفرة لهذا الإسكان من ناحية الجوار الامتصاصية، وهناك محطات تجميعية البلدية 24 ساعة متواجدة لخدمة سكان المنطقة، ولكن لا يفي هذا بالغرض. تم وعد من وزير المياه برصد مخصصات على 2023 لهذه الغاية. نعم. سيد الكريم. نعم، يعني كل الشكر للمهندس محمد الحياري رئيس بلدية السلط، شكرا لكم سيدي، يعطيكم ألف عافية. أشكرك سيدي، أشكرك ونحن في خدمتك.